مهما بلغت التحديات، تبقى المرأة الفلسطينية صمام أمان وحماية لأسرتها ومجتمعها. ظروف اللجوء القاسية جعلتها أقوى ودفعتها إلى تأدية مهام متعددة حتى بات حضورها لافتاً في مختلف جوانب الحياة. في مخيمات الشتات وفي ظل قوانين منعها أسوة بالرجل من العمل بأكثر من 70 مهنة، لجأت المرأة الفلسطينية إلى ابتكار وسائل عمل متاحة، من بينها المشاريع الصغيرة. نماذج عديدة لتلك المشاريع نمر عليها في حلقتنا، ونبدأ بمشروع سفرة في مخيم برج البراجنة. بداية مشروع السفرة بلشت بسنة 2014، كانت فكرة هي بالأول، وكنا عم نعمل فوكس جروب مع مجموعة سيدات حول استطلاع رأي عن احتياجات النساء داخل المخيم وشو بفضله. وقتها خلصت الدراسة وبينت إنه في نسبة كبيرة من السيدات بتفضل إنها تكون عم تشتغل. قدمنا الفكرة أو مشروع لدونرز، هن مؤسسة الفنار، وفعلاً مولونا مشروع سفرة. هيك بلشت الفكرة. يمكن بلشنا بالأول ما كان في عنا مطبخ كبير، كنا عم نعمل زي تدريب مهني، كان عدد السيدات هن 5 سيدات بالأول. هلأ يعني خلال هالرحلة بنعتبرها رحلة كبيرة وناجحة، صرنا حوالي 25 موظف بمطبخ سفرة ثابتين. بنعتمد كتير على الطلبيات اللي موجودة خارج المخيم، عنا زبائن منفردين وعنا مؤسسات تأخذ بشكل دائم. يعني حتى مؤخرا وصلنا للسفرات، مكتب المحاماة عم يأخذ من عنا، عنا لوائح زبائن دائمة الحمد لله. يعني بنعتبر سفرة حقق هدفه الاجتماعي بالأول. أكيد إحنا كثير بنهتم من ناحية التمكين الاجتماعي، وحقق كمان هدفه الاقتصادي. المرأة الفلسطينية كانت قائدة بهذا المشروع وبكثير مشاريع، عم بتكون هي الانطلاق أو هي المثال لكثير نساء داخل العالم. بنعتبر احنا انه بسفرة حققنا ذاتنا كنساء كمان، وعم نعطي أمثلة انه قادرين نكون وقادرين نعمل وننتج، فينا نكون منتجين بأقل الإمكانيات المتاحة قدامنا. يعد مطبخ سفرة من أهم المطابخ على الساحة اللبنانية اليوم لجودة المأكولات التي يقدمها فريق عمله الذي يضم عدداً من الطباخات المحترفات. أصناف عديدة من المأكولات الفلسطينية وغيرها يقدمها سفرة، بالإضافة إلى كل أنواع الحلويات والمربيات ومختلف أصناف المونة البيتية. استطاع مطبخ سفرة أن يجذب الزبائن من كافة المناطق اللبنانية إليها، وأضحى يستقبل في مطعمه العزائم والمناسبات العديدة. أنا اسمي آمنة محمد لباني، أم محمد، مواليد مخيم برج البراجنة، بنت مخيم برج البراجنة وبنت منطقة الجنوب سور، تجوزنا ورحت على سور، رجعنا على برج البراجنة محلنا. هوايتي حبيب قلبي الطبخ، واخدتها هواية أكتر وشغف، يعني عشق. وسفرة البيت الثاني، يعني هذا بيت الكل، لأنه عايشين مع بعض هون تقريبا كل النهار، الصبايا مع بعض، يعني بيت إخوة. هيدي أكلة فلسطينية المسخن، هي هلأ المسخن مش هي هاي أساسية الأصلية،
الأصلية شيء، وبالنسبة للبوفيهات والإتيكيت وبتعرف فصارت ريرو. تعلمتها أكيد من أهلنا وجدودنا، وضل هذا تراث لإلنا. ولما تقعدي تشتغلي فيها بتحسي بتشمي ريحة بلدك، بيكفي إنك بتنسجمي أي أكلة من بلدك حتى لو بعيدة عنا، فبتحسي إنه لا أنت ببلدك، بشدك الحنين لبلدك كتير، بتعيشي ببلدك بس كمان مع حسرة. يعني ما شفتي بلدك بتخافي تموتي قبل ما تشوفي بلدك، مثل ما أهلنا ماتوا ما شافوا ما رجعوا على بلدهم. الله يفرجها. مسيرتها ابتدأت بالنضال الطلابي والكشفي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وهي اليوم مسؤولة مركز للدعم التعليمي في مخيم شتيلة وعضو قيادة منطقة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. جمال حيدر، تعددت جبهات النضال وقضية الوطن واحدة. أنا هدفي بالدرجة الأولى كان في يعني كان إنقاذ الوضع الاقتصادي اللي عم نعيش فيه، بس بعد هالشي حسيت في انتماء للمهنة. وطبعا يعني الإمكانيات كتير كان بسيطة، لجأت لاتحاد المرأة. اتحاد المرأة اتبنت مشروع القروض، استفادت أنا أولا من لجنة القروض اللي بمولها صندوق الاستثمار الفلسطيني، ونحن كاتحاد استلمنا هيدي المهمة وكنا فعلا ندعم المرأة الفلسطينية بإقامة مشاريع إنتاجية حتى تخفف من معاناتها. وأنا بدور استفدت من هالمشروع بفتح دعم روضة، كنت فاتحة روضة بس لما إجت القروض أنا استفدت من هالمشروع. واللي عجبني أكثر شيء بهالمشروع إنه ما في يعني تمييز حسب الانتماء التنظيمي. نحن منحس إنه اتحاد المرأة هو المكان الآمن لكل مرأة فلسطينية على اختلاف انتمائها، وهيدا أنا عم بحكي بصدق. جمال، بهيدا المركز كم ولد بتستقبلك اليوم؟ أنا بهيدا المركز بستقبل أكثر من 100 ولد، لأن أنا عندي برنامج التعليم الشامل بدءا من الروضة لمحو الأمية. هلأ يعني هلأ حسينا ضرورة في محو أمية، وبعدين في تدعيم دراسي للصفوف التكميل والابتدائي عندي، وهيدا يعني مشروع تعليم شامل ثلاث مراحل. عندي أكثر من 100 ولد، وعندي شفتين قبل الظهر وبعد الظهر، وفي عندي أكثر من 4-5 صبايا، وفي مساعدات بيجوا بيساعدونا كمان وبنعطيهم يعني بيستفيدوا ماديا. يعني هيدا المشروع كمان بتتشاركوا فيه كنساء بالمخيم؟ طبعا كنساء. وبعدين يعني هيدا مشروع صار محط لكل طفل لكل مرأة، ونحن كمان ضمن هالمركز هيدا عم نشتغل أنشطة تانية مثل إغاثة، أنشطة إغاثية، أنشطة إعلامية، تدوين يوميات النكبة من كبار السن. نحن عملنا مقابلات مع ناس كتير ماتوا هلأ الله يرحمهم، بس دونوا تجربة النكبة الأليمة، وهيدا إنجاز أنا يعني باسم الجمعية. نحن أصبحنا هلأ جمعية فيها علم وخبر، نعم، رغم الإمكانيات الشحيحة، بس بعدنا مستمرين وعندنا علم وخبر، وبعدنا على الساحة التربوية بإمكانياتنا، طاقتنا العالية وإمكانياتنا البسيطة. هلأ إحنا بالنسبة للمرأة الفلسطينية عندنا المرأة لها دور كتير فعال عندنا بلبنان، يعني هون بالمخيمات بتشتغل كتير، عندها أشغال بتشتغلها، وهاي المرأة لها دور كتير فعال وقوي بالمخيم، وعندها يعني خاصة هلأ بظل الظروف هاي الصعبة المرأة
ما يعني ما ملاقية بديل، عشان هيك بتاخد يعني أخذت قروض واشتغلت ببيتها، بالبيت اشتغلت عندها يعني بقلب البيت، وعملت مشاريع ببيتها، وعلى أساس إنه هي تقدر تعيش أسرتها وتفوت دخل لأسرتها. إحنا كاتحاد مرأة فلسطينية أكيد دعمناها، وعن طريق الصندوق بالبنك الاستثمار الفلسطيني هذا المشروع أعطى وغطى كتير حالات بالمخيمات. المرأة الفلسطينية صار لها دور كتير قوي، وأعطت وأنتجت يعني ساعدت عيلتها بمواضيع كتيرة، يعني في منهن مثلا نساء عنا فتحت مشاريع خاصة لها، مثلا عندها مشاريع كانت تبيع مكياج، فتحت كمان فرن، في مرأة عنا كانت فاتحة فرن وتبيع مناقيش وتبيع شغلات هيك، في عنا كمان الكفيرات أخذوا كمان من عنا وفتحوا مشاريع للكفيرة وصارت تشتغل، وفعلا مشروع مشاريع كانت كتير ناجحة وقوية، والمرأة الفلسطينية فعلا قوية وجبارة وبتقدر تساعد عيلتها وتعطيها. ومشاريع التمكين أكيد اللي انحطت عنا كمان اللي كانت موجودة زادتها قدرة وقوة كمان لهالمرأة الفلسطينية. أحد المشاريع النسائية الصغيرة في مخيم شاتيلة هو مختبر عطاء الذي أنشأته الممرضة هناء عبد المعطي في العام 2005. يقوم المختبر بأخذ ونقل عينات من المرضى في المخيم لإجراء التحاليل عليها بالتعاون مع مختبر السان جورج. المركز متعاقد مع الضمان الصحي الفلسطيني ومع أطباء اختصاصيين يقدمون خدمات طبية شبه مجانية لأهالي المخيم. أنا هناء أحمد عبد المعطي، عندي مشروع مركز، فينا نقول مركز طبي اختصاص فحوصات مخبرية، سميته العطاء ليكون معطاء بالتعاقد مع مختبرات السان جورج والضمان الفلسطيني لمساعدة أكثر عدد من العالم من شعب الشعب الفلسطيني بالمخيم أو خارج المخيم. مع العلم الحمد لله أني عم بنقصد من الفلسطيني داخل وخارج مخيم شتيلة بالضمان الفلسطيني وبالمختبرات بفحوصات برايفت، لحتى اني برهن انه انا مرأة فلسطينية واقفة مع شعبي قلبا وقالبا بأي مساعدة بقدر اني اقدمها لشعبي بالفحوصات، زائد انه عندي تعاقدات مع أخصائية بمبالغ رمزية مساعدة للعالم اللي ما قادرة تراجع بمستشفيات البلد هون، وانتم بتعرفوا الوضع. إذا كان مرقت علي حالة طارئة، إسعافات، تقطيب، تعليق مصل بحالات هلا أنت بتعرفي الكوليرا وغيرها، فأنا على استعداد وجهوزية تامة بأي وقت بتطلب مني إني أقدم مساعدة من هالشي لأي فرد، سواء شاب، بنت، صغير، كبير. البداية مثلا اللي قادر يجي ياخد عندي فحوصات بقدم، بيسحب له للشاب أو للإنسان المريض، بسحب الدم، بكون أنا عاطي إعاز للمختبر بتعليمي إنه أنا عندي فحوصات، بستنين الدليفري تقريباً للساعة 11:30، بياخد مني الدم بيعطيه للمختبر، تاني يوم أنا بستقبل النتائج، وفي حالات طارئة بيعطوني الدكاترة إيرجنت ممكن إنه ما يتحمل النتيجة لتاني يوم، عن طريق الواتس أب بتعاملي مع المختبر بيستقبل النتيجة على الواتس أب وببعتها للمريض، إما على الواتس أب أو بسحبها نت بعطيه الورقة بحال الضرورة. أما الإنسان مثلا المقعد، المعاق، العامل عملية، رجال كبير ما بيقدر ينزل، مرة كبيرة ما بتقدر تنزل، فأنا كواجبة طبعا لأني نادري أني أنا أساعد، فبطلع لعندهم بسحب لهم دم، أقدم لهم كافة الخدمات والرياحة النفسية، وكمان نفس الشيء بحاول وصل لهم النتيجة. بلشت من لا شيء، يعني فيك تقولي اني ما كان عندي مبلغ مدخر، حاولت اني اتدين ولجأت لاتحاد المرأة الفلسطينية ولقيت يعني دعم وسند كتير كتير شجعني، بدعم من صندوق الاستثمار الفلسطيني من قبل الرئيس محمود عباس مشكور،
اللي أعطاني مجال أني أوقف على إجري وأثبت أني أنا مرأة بسندهم وبدعمهم قادرة أني أثبت وأعطي. هيدا المشروع اللي أنا بسدده هلأ كتير ساعدني، كتير حاول أنه يعني أنا وراي عائلة، فالحمد لله رب العالمين عم بعطي عائلتي، عم حاول أني يكون قد يعني مرأة ورجال فلسطيني. أنا استفدت وفدت المجتمع وفدت وكنت نموذج للمجتمع الفلسطيني ومثال المرأة الفلسطينية المعطاء اللي هي دائما إن شاء الله بتحاول تثبت لتبين بإذن الله إنه هي مرأة فلسطينية ماشية على مسيرة التحرير وقد الثقة اللي بتنحط فيها. مشغل التطريز الفلسطيني التابع لمؤسسة بيت أطفال الصمود يعتبر من المراكز الرائدة في التطريز الفلسطيني في لبنان، تأسس في العام 1989 وهو يقوم بأعماله منذ عام 2009 في مركزه الواقع على أطراف مخيم شتيلة، ويضم قسما للخياطة وآخرا للتطريز. يعمل المركز على تأمين فرص عمل لحوالي 120 امرأة داخل منازلهن في كافة مخيمات لبنان، حفاظا على الثقافة الفلسطينية والتراث الذي يحاول العدو الإسرائيلي سرقته بشتى السبل. أهلا وسهلا أم ماجد، ويعطيك ألف عافية. حضرتك سيدي فلسطينية بتطرز ببيت الصمود، بيت أطفال الصمود. تحكي لنا شوي عن بدايات هيدا العمل، أي متى بلشت تطرزي ومن أي سنة هون؟ أنا حنان زعرورة من مخيم شتيلة، أنا فلسطينية من صفوري ولكن ولدنا بولدات المخيم شتيلة، وتعلمت التطريز وإحنا بالمدرسة صراحة، يعني معلمي بدل حصة الرسم كانوا يعلمونا الأشغال وحبيتها. بالعطلة نستلم قطع صغيرة ونشتغل نطلع مصروفنا، يعني كان عمري يمكن شي 9 سنين لما تعلمتها بالمدرسة، وصرنا وقت العطلة الصيفية نشتغل فيها. بعد ما تجوزت وصار عندي أولاد، جوزي استشهد بحرب المخيمات، فسبحان الله يعني ما كنت بعمري مفكرة أني بدي أشتغل فيها. صرنا نحن نروح نسلم من بيت أطفال الصمود، كان في يعني حدا قبلي، وبعدين توظفت عندهم. أنا متوظفة ببيت أطفال الصمود من 1991، يعني إلي 32 سنة كاملين ب14 واحد. يعني الحمد لله كانت لإلي فرج. كم سيدة فلسطينية هون بالمركز بيطرزوا؟ اللي بيطرزوا هن ببيوتهم. بالبيوت. بالبيوت، يعني عندنا نحن 125 امرأة تقريبا بين شتيلة، مخيم بعلبك، الرشيدية، النهر البارد، عين الحلوة. يعني انتو بالمجمل بتاخدوا الشغل على البيوت؟ على البيوت. انا هون عندي الجنفة فاضية وقصت، يعني هذا الكوشن بدي منه. عندنا نحن الجنفة بنقص عليها، بحط لنا الخطان، بعطيهم الديزاين للمره لانه عندها اولاد ما فيها، هي هاي يعني منيحه للاميات لانه ما بيطلعوا من بيتهم مضطرين يتركوا اولادهم او شيء وبيستفيدوا فيه. احنا بنعطيهم ديزاين والقنفه والخطان وبس يجوا بياخذوا اجاره، واحنا هون عندنا في مركز للخياطه غرفه. بس انت كل يوم بتجي ماجد لهون؟ انا ايه طبعا، انا دوام من الساعه 8 للساعه 3، اللي بينقصها خيطان، اللي بدها تسلم، يلي بدها تسلم، نحن جاهزين من 8 للساعه 3 ما عدا السبت. على شو اكثر شيء ست ام ماجد بتشتغلوا بالتطريز؟ والله اول شو المطلوب اليوم اكثر شيء؟ نحن شغلنا على الطلبيه، يعني شغلنا اكثر شيء صراحه مش هون، من اليابان، المانيا، فنلندا. فلسطينيين برا؟ لا أجانب. في فلسطينية بأمريكا، في يعني جالات مش كتار، بس أكثر شغلنا صراحة بس هون بيجوا عرب من الأردن، بكونوا جايين لهون سياحة أو شيء بيشتروا. وفي جاليات أجنبية بتجي بتزوركم؟ كتير، على مدار السنة يعني في عنا. طيب شو أكثر شيء بيطلبوا؟ صراحة هلأ
النتوان على الجذان على بكل الشعر. في والله امبارح اجوا تنتين اشتروا توب توب فلسطيني. ماجد، يعني اذا نحن ما نحكي قديش هيدا المشروع بشغل نساء فلسطينيات بلبنان؟ انا عم بقول لك عندي 125 مره وبنات بيشتغلوا ومستفيدين منه، اولادهم عندهم يعني ما بيقدروا يتركوا، اللي عندها ولد صغير ما فيها تروح تتوظف وتشتغل برا، بالعكس كثير مفيد وبرضه بنحافظ على التراث الفلسطيني تبعنا. اكيد. طيب بشو ببلشوا اول شيء مثلا ولوين بيوصلوا بالتطريز؟ الشغل يعني اي وحده بتبلش بالقطعه الصغيره بقولوا خلينا، وانا كمان يعني ما بفكر اعطي وحده جاي اول مره اني اعطيها قطعه كبيره، تاخذ القطعه الصغيره اول مره بتشتغلها تتمرن مره على مره بعدين بتصيروا ياخذوا الاكبر. قديش ماجد مهم التطريز الفلسطيني برأيك؟ يعني هاي قديش بيخدم رسالة الوطن؟ طبعاً، حتى أنه في كل أم بتلاقيها بتقول لي معلش أعطيني قطع صغيرة بدي أعلم بنت ابني، بالعكس نحن يعني التراث الفلسطيني لازم نحافظ عليه لأنه هاي هويتنا. شوفي أنت في مضيفات طيران إسرائيلية قاعدين بيشتروا من التراث تبعنا وبيشيلوا الليبل تبعه وبيحطوه لإلهم بيدعوا أنه هذا تراثهم، فكيف الواحد بده يحافظ على التراث بشغلنا لإله والاستمرارية؟ يعني قد ما فينا يمكن هذا الجيل ما كتير عنده رغبة، وإحنا لا على هلأ في بدها تبلش عنا دورة تطريز بمنطقة الجنوب بجنوب. يعني عطول عنا هلأ من شي 6 شهور كان عنا بشتيلة بمار الياس مخيم برج البراج نعملنا دورات، يعني منحاول قد ما فينا حتى نضل متمسكين بالتراث الفلسطيني. وفي معارض اكيد وفي في والله مش زي قبل كان اكثر بس في معارض. شو اجمل العرض بنعمل؟ بيكون في مناسبات وطنيه. شو اجمل شيء ماجد طرستي بحياتك هيدي هلا انا بحبه للتطريز كله، ولكن في انا عامله جرافات لابني يوم عرسه. شو على يعني رفقاته يقولوا له شو هذا يا وليد؟ لوليد بشو طرستيها؟ السنبله تراث الفلسطيني. تراث فلسطيني باللون الازرق لانه الجرافات لونها زرقاء، بس كثير يعني كانت عزيزه على قلبي وابني لهلا محتفظ فيها الجرافات، بقول لا يمكن هاي اتوهن فيها. كمثل ما تطرز فستان العروس تطرز المرأة الفلسطينية حياة البيت وأهله وحياة العمل وشؤونه بخيوط الصوف تارة وتارة بخيوط الحرير، غير أنها دائما بألوان عالم فلسطين تمدها من المخيم حتى الوطن. شطر الشعر المكسي طاهرة كطهارة قدسي علم